بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أمين. أهلا بحضراتكم في دنيا ودين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تاني، ومن شر حاسد إذا حسد. موضوعنا النهاردة عن الحسد. زي ما بقول بعض الناس كده اللي يقول لك لا والله انا مش مؤمن ان مفيش حسد والكلام ده، ده اسمه كلام فارغ وكلام فاضي، لان ربنا هو اللي بيقول ومن شر حاسد اذا حسد. في بعض الشخصيات وبعض الناس تقابلهم كده والله عينيهم زي ما بيقولوا تفلق الحجر، وده واقع ودي حقيقه. هنتكلم النهارده عن مرض خطير جدا جدا. اللي تعبان بالقلب عارف انه يروح لطبيب مختص بالقلب، اما اللي عينيه صعبه أو اللي اتصاب بالحسد العلاج هيكون إيه؟ أكيد ده اللي نعرفه النهارده مع مولانا وشيخنا الغالي والجليل الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف. يا أهلا بيك يا مولانا. أهلا وسهلا دكتور محمد، زي حضرتك؟ الله يكرمك. أنا مش عايز أحسدك كده في البداية وأقول إيه الشياكة وإيه اللي بيحصل والكلام ده يعني. الله يخليك يا دكتور محمد. موضوع مهم جدا يا مولانا، موضوع طبعاً الحسد. اتفضل. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد الرسول الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سر الأسرار ونور الأنوار وأستاذ الأبرار ومعلم الأخيار وسيد الأطهار، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بداية رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أمين يا رب العالمين. حضرتك يا دكتور محمد حطيت إيدك على مرض خطير جدا جدا جدا، لابد له من الذهاب إلى الطبيب. احنا بنسميه مرض خطير. تمام. مرض خطير إذا أصاب أو أصيب به الإنسان هلك الإنسان. لا إله إلا الله. طبعا. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر السحر والحسد في القرآن الكريم، ذكرهما الله في القرآن الكريم. فعن السحر قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أدي واحد. وعن الحسد قال ربنا كما تفضلت حضرتك في ذكر سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد. لذلك الحسد في القرآن الكريم جه في أكثر من موضع، في 4 أو 5 مواضع في القرآن الكريم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فسيقولون بل تحسدوننا، في سورة الفتح. وفي قول الحق: ومن شر حاسد إذا حسد. ود كثير من أهل الكتاب اللي يردوا لكم من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم. معايا دكتور محمد؟ معاك. إلى غير ذلك من آيات الحسد في القرآن. طيب عشان نحط النقط على الحروف، بعض الناس اللي لما تخش معهم في نقاش يقول لك أنا مش مؤمن بحاجة اسمها حسد أصلا. يبقى مبدئيا الحسد صريح وواضح جدا في القرآن الكريم. مش مؤمن ازاي والله قد تعوذ به. مش مؤمن ازاي والذي خلقك وخلق الكون كله ذكره في القرآن الكريم. تمام. في كلامه سبحانه وتعالى وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في نقطة دكتور محمد، لابد لكل إنسان أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الحسد والسحر موجودان في القرآن الكريم وأقرهما الحق سبحانه وتعالى، لكن يعلم جيدا أن النفع والضر والخير والشر بيد الحق سبحانه وتعالى. تمام. لا يمكن أن يتسلط إنسان على إيذاء إنسان إلا بإذن الله وبقدر الله سبحانه وتعالى، عملا بقوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تمام. خدت بال حضرتك؟ وعملا بقوله: كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وعملا بقوله: إن كل شيء خلقناه بقدر. تمام. يعني لا يمكن أن يحدث في ملك الله إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك أو يضروك بشيء، لن ينفعك بشيء إلا قد كتبه الله لك. وأعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفع الأقلام وجفت الصحف. الله يفتح عليك. جميل. في حديث: احفظ الله يحفظك. تمام. ماشي. لسيدنا ابن عباس، خرجه الامام البخاري رضي الله عنه. الله يبارك في حضرتك. ماشي دكتور محمد. تمام. يبقى لابد ان تعتقد في ذلك. أيوه. لكن اعلم ان الحسد موجود. اي نعم موجود. هو مرض خطير. مرض خطير. تمام. لذلك هل الانسان قد يحسد نفسه؟ احنا دايما عندنا مثلا بيقول لك: ما يحسد المال الا اصحابه. الا اصحابه. مظبوط. طب ما تيجي معايا كده سوره الكهف كلنا بنقراها من الجمعه. أيوه. صح. في قول الحق سبحانه وتعالى:
واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. يلا. يمشي شوية يقول لك إيه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. لا معايا تمام ظالم. أيوة تمام. ودخل جنته وهو إيه ظالم. ظالم وقف عليه. أيوة. ظالم لنفسه قال لنفسه. شفت بقى الحته دي مش لحد تاني. أيوة. اللي هو ما يحسد المال الا اصحابه. الابتداء هنا الترجمه الوقف الابتداء. أيوة. ودخل جنته وهو ظالم. ظالم لنفسه. ظالم 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 لمين؟ لنفسه. اهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمة. شوف بقى انكر ان أيوة. دي اصلا تروح وانكر الساعه كمان وما اظن الساعه قائمة ولا ايه رددت لربي حتى شك في رجوع لربنا سبحانه وتعالى. تمام. لأجدن خير من المقلب. أنا حسد نفسه ما حسدش نفسه. حسد نفسه. طب أول جريمة وقعت. هنعرف أول جريمة وقعت في التاريخ لكن نستأذنك يا مولانا وناخد معنا أستاذة هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا بيك يا فندم اتفضلي. عايزة أسأل الشيخ سؤال لو سمحت. اتفضلي يا أستاذة هدى. دلوقتي أنا عايزة أعرف إزاي أنقذ نفسي من الحسد. حاضر يا فندم. حاضر. تمام. شكرا جزيلا يا استاذه هدى واكيد ده سؤال مهم جدا جدا طالما احنا مؤمنين وده واقع وبالفعل في حسد ازاي بقى يعني الوقايه او ازاي احصن نفس الموضوع اكيد شيء مهم جدا. قول العلاج فيه. قبل ما نقول حضرتك كنت بتقول على اول جريمه حصلت في التاريخ. اول جريمه اول ذنب عصي به الحق سبحانه وتعالى ربنا وقع في السماء. تمام. عارف هو؟ الحسد. الحسد. اه طبعا. اول جريمه اول ذنب عصي به ربنا. الحسد اللي حصل بين هابيل وقابيل؟ لا في السماء. في السماء. دي في الارض. دي في الارض اللي انت قلت عليها دي في الارض. ايوه. اول حاجه حصلت في السماء فين؟ في السماء. بين مين ومين؟ مين ومين؟ بين ابليس وبين ادم. واذ قلنا واذ قال ربك للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس. ابليس ابى. ابى ليه؟ واستكبر. خلي بال حضرتك ابى ليه؟ العلماء قال لك اول من فعل مبدا القياس هنا. أيوة. هو ابليس. وفعل مبدا التفضيل بين المادة. قال أنا خير من ليه بقى؟ أيوة. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى المادة هو. دي مادة إيه؟ طين ودي مادة بدأ يقارن. الله ينور عليك. حسد مين؟ حسد آدم. آدم أنا خير من أيوة. خلقتني من نار وخلقته من طين. لذلك وسوس إليه حتى في سورة الأعراف لما جمع في التفسير الموضوع هنا يقول لك فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. بدأ الشيطان يشتغل على سيدنا آدم. مشكلة وبس. وقاسمهما إني لكم من الناصحين. عدد من المغريات. جميل. حضرتك أشرت نقطة جميلة قلت لي اللي وقع بين قابيل وهابيل صح؟ دي أول جريمة أو أول ذنب عصي به الحق سبحانه وتعالى في الأرض. تمام. كان في الحسد برضه. في الحسد طبعا. واتلو عليهم في المائده واتلو عليهم نبأ بني ادم. نبأ اي خبر اي قص عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. واتلو عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ قربا قربانا. هنا اقف الدكتور محمد شويه. ايوه. بعض الناس يقول لك اصل هو دي كانت بتخلف بنت ومش عارف ايه والقضيه كلها حدثت بسبب المراه. كلام باطل جمله وتفصيلا. القضيه حينما تحدث الحق سبحانه وتعالى عنها في القران قال لك قربان. لا قال لك وصفه ايه ولا رايح فين ولا جاي منين. تمام. بس القضيه جت فين بقى؟ هنا اهو. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تمام. قال لأقتلنك. واحد ربنا يتقبل منه والتاني لم يتقبل. أشوف قال لإيه؟ لأقتلنك. قال إيه؟ الله. رد بقى هو. قال إنما يتقبل الله من المتقين. ده مش بتاعتي. حصر وقصر. ده القضية كلها خصر ربنا سبحانه وتعالى. هنا لما خد القرار لأقتلنك الغيرة تحولت لحسد. طبعا. مظبوط؟ الغيرة أصبحت جزء أو هي التي تؤدي إلى الحسد مباشرة. وجه الدم. تمام. قتلوا هو. ليه؟ بسبب ايه؟ الحسد. بسبب الحسد. يبقى دي اول جريمه وقعت. انت هتقول دلوقتي اول جريمه وقعت يعني ده اول دم. تمام. هتسال تقول ده اول دم؟ ده اللي انا اعرفه. أول ده اول دم بين قابيل هابيل وقابيل. وقع في الارض؟ لا. ايه بقى اول دم وقع في الارض؟ صلى على سيدنا عليه الصلاه والسلام. بص يا دكتور محمد. اتفضل يا غالي. لما بعث ملك الروم الى سيدنا معاويه بثلاثه اسئله يساله. تمام. من الذي لا قرابه له؟ وما هي أول قطرة دم سقطت على الأرض؟ أيوة. وما المكان الذي لا قبلة له؟ قرأ معاوية رضي الله عنه الرسالة وأخذ ينظر يمنة ويسرى يريد أن يفتح أحد عليه. فلما يجد قالوا بعث بها لأبي محمد الحسن لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ربي بيت جميعا. نبوة جده النبي عليه الصلاة الذي والسلام. تعلم وتربى في حجر سيدنا ومولانا وفي حجر جده صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فلما قرأ الرسالة قال بسم الله إلى معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه أما الذي لا قرابة له فهو الله. لا قرابة له اللي هو كل هو الله أحد. الله يفتح عليك. تمام. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما أول قطرة دم أول قطرة دم سقطت على الأرض هي التي خرجت من حيض حواء. لا التي خرجت من حيض حواء. من حيض حواء قطرة دم. أي.
لكن هنا احنا دايما بقطرة دم اللي هي كجريمة دايما اللي احنا بنقصدها اريقت قطرة اول قطرة نزلت تمام صح طيب المكان الذي لا قبلة له أيوة. الكعبة المشرفة الكعبة في كل الاتجاهات هي قبلة للجميع الله ينور صحيح صلي هنا 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 ربنا يكرمك يا مولانا استاذنك وناخد معانا استاذة اميرة السلام عليكم عليكم السلام يا اهلا بيك يا فندم اتفضلي عايز اسال الشيخ سؤال اتفضلي يا فندم انا جوزي حالف عليا كان في وقت خناق وكده وحالف عليا بالطلاق تمام قال ايه قال لي روحي انت طالق روحي انت طالق الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه مولانا بيسالك ديت يعتبر الثلاثه في طلقه متعلقه تمام وايه اللي عرفك ان هي متعلقه هي حلف على حاجه وانا قلت انت ما تقدرش تعملها جه سنتين تمام دي سالت اكتر من مره جه سال في الازهر وكده قدامي يعني في التليفون وكده قال له دي هتفضل معلقه ما كنتش انت تعمل حاجه دي هتفضل معلقه تمام حاضر يا اميره حاضر شكرا يا فندم شكرا جزيلا اجاوب بسرعه الطلاق الثلاثه يرجع فيه لدار الافتاء المصري تاتا اب الذات الاولى والثانيه افتك فيه انما الطلاق الثلاثه والرضاعه والمراس على الدار على دار الافتاء المصري على دار الافتاء اللجنه تقعد وهيشوفوا لك مخرج شرعي والاثنين يكونوا موجودين طالما ان هي بتقول لك اصل انا سالت عرفت بتقول أيوه. معلقه انا عرفت انها على طول طيب ده مش عالم ان انا لا اجاوب عليها على طول وسد لكن طبعا طبعا والاثنين يكونوا موجودين عشان احيانا في بعض الناس هل هو كان بيحللها بمزاجه شويه في حيض ولا مش في حيض هل كان في طور ولا طور لم يجمع ولا لا تمام يا مولانا هل كان غضبان ولا مش غضبان هل كان يتعاطى ولا لا يتعاطى هل كان صحيح. هل كان هل كان الى غير ذلك طيب استاذنك يا مولانا وناخد معانا ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك بخير ربنا يسعدك يا رب اتفضلي الله يخليك يا فندم اهلا وسهلا عندي سؤال لحضرتك ممكن اتفضلي يا فندم بص انا بجيب جهاز بنتي بالقسط ايه يعني لا الصوت بيروح انا بجيب جهاز بنتي بالتقفيل تمام هل ده حرام ولا حلال حاضر حاضر يا ام محمد شكرا جزيلا يا ام محمد استاذه هدى بما اننا بنتكلم عن الحسد كانت بتقول العلاج العلاج تحصن نحصن نفسنا ازاي التحصين يا دكتور محمد اولا بالذكر بذكر الحق سبحانه بالذكر. الذكر يجعل لك هاله واذكر ربك في نفسك شوف القران في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصالي ها تمام. ولا تكن من الغافلين تمام ولا تكن ايه من الغافلين من الغافل عن ذكره سبحانه وتعالى تمام. يبقى الذكر وتلاوه القران والركع الشرعي ان يركي الانسان نفسه بايه يا مولانا بالبقره لذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مخرجه الامام مسلم في صحيحه يقول اقرأوا البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله اي السحاره طيب في مقوله بقول لك احيانا بنسمعها بقول لك من اراد العلا هجر القرى تمام مع ان كلنا من ريف صحيح. يعني انا من قريه ريفيه جميله اسمها بوته مركز نبرو ومولانا مركز زفته الغربيه جاري بس هل المقولة ده صحيحة ولا لا؟ هنعرف لكن استأذنك وناخد معانا الأستاذ علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك يا فندم، اتفضل. أنا في حاجات كتيرة بتعجبني بس خايف إن أحسدها. حاضر. تمام، حاضر، حاجات كتيرة بتعجبنا لكن؟ بس خايفين إن إحنا نحسدها. حاضر، حاضر يا فندم، حاضر، شكرا جزيلا يا فندم. بقول لك مقولة من أراد العلا هجر القرى. هل المقولة يعني شرحها ايه او معناها ايه وليه بتتقال؟ ابسط لذاتك خالص اتفضل الكرة كلنا حافظين بعضنا ده محمد وده حازم وده سين وده صاد وكلنا عارفين بعضنا ده جاب ما حلتوش فجاب فربنا مش عارف ايه وهكذا تمام فاحنا حافظين بعضنا اجيبها لك بقى دكتور محمد ما تصلي على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا يعقوب حينما قال لابنائه لابنائه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه قال علماؤنا علماء التفسير لا تدخلوا من باب واحد خشية أيوة. يعقوب عليه السلام من العين من العين طب عرفنا منين لأن الله وصفه سبحانه وتعالى وإنه لذو علم لما علمناه في بداية القصة قال له لا تقصص رؤياك على أخواتك فيكيد لك كيدا كيدا من الشيطان للإنسان عدو, مبين عرفت يا دكتور محمد فالكرة احنا حافظين بعضنا في المدن ما حدش عارف حد صحيح ربنا قليل, قليل ما لكن احنا بنركز مع بعضنا لما نكون في الكرة ده أيوة. فلان ربنا كرمه ده فلان ربنا عمله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مخرجه من المسلم العين حق حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين يا الله ربنا يكرمك يا دكتور قال صلى الله عليه وسلم اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين يا الله اللي هو الحسد الحسد طيب استاذنك اتفضل وناخد معانا استاذ محمد السلام عليكم يا اهلا بيك يا فندم اتفضل استاذن حضرتك بص استاذن بس
انا اللي استاذنك نعلي صوتنا شويه يا استاذ محمد كده. طب كويس تمام اتفضل يا استاذ محمد. طيب الخط قطع. استاذ علي بيقول لك بنخاف احيانا احنا قدامنا اقل من دقيقتين تمام والوقت بيعدي بسرعه جدا جدا مع عليك في الفقره الاولى وبعد كده نكمل الفقره الثانيه. يعني الاستاذ علي بيقول لك بنحب حاجات كتير لكن احيانا بنخاف اللي احنا ممكن نحصل. سيدنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الامام احمد وابو غيرهم تمام. ان او اراه بعض اصحاب السنن من راى منكم شان يعجبه في نفسه او ماله فليبرك عليه. تقول ايه يا دكتور محمد؟ بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا في سوره الكهف قال لو ايوه الله يفتح دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا حول لا قوه الا بالله. بعد كده ذكره بالافتقار ان ترني انا اقل منك مالا ما خلت بالك فليبرك عليه تمام. يعني تقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. خلي بال حضرتك يبقى انت كده بتحسن نفسك صحيح. العين يا دكتور محمد يعني اعزنا الله وعافانا الله اياكم اذكر لك في دقيقه الامام ابن كثير في بدايته والنهايه يقول يروي في الحسد ان رجلا مر عليه قطع من الابل فقال لغلامه خذ هذه الكفه واتني بلحم من هذه البعير. ايوه مشي كده بالبعير. قال له ده لسه ماشي قدامي. قال له بالبعير. فلما يقول غلام فاخذت الكفه وذهبت بها كفه انت طبعا عارفها. أيوة. وذهبت فما ان وصلت الا وجدت صاحب البعير يذبح هذه البعير فاتيت به. لا اله الا الله نفدت عدت خلاص طلقه عدت يا مولانا عدت. طيب المفروض اروح لفاصل بس محمد تقول جهاز بنت بالتقسيط يجوز لا شيء. طيب في ذلك ربنا يكرمك استاذنك يا مولانا ورفقا باهل يعني باذن الله تعالى بالناس يعني باذن الله تعالى استاذنكم جميعا هنروح لفاصل ونكمل معكم باذن الله في دنيا ودين. الله ومشيئة الله كما ترون شيء عظيم مسجد على دورين محيط القبة إن شاء الله بإذن الله 11 متر المسجد ما شاء الله سيسع ثلاثة أضعاف ما كان يسع سابقا نريد أن يقام هذا المسجد لأن المسجد هو
مرة أخرى في دنيا ودين بنتكلم عن تقرير على بيوت الله، بنتكلم عن أهمية المساجد، عن الحي أو المنطقة أو لو في ريف بيقولوا على بعض الأحيان الحارة اللي أنت ساكن فيها. الجار ليك دايما بيبحث عن أقرب مسجد ليه، فلما بيكون المنطقة اللي حواليك خلية من المساجد أو مفيش مسجد بتصلي فيه، ده أولا بيخليك كسلان، حتة البهجة والفرحة أنك تصلي في المسجد ما بتبقاش موجودة، سواء صلاة عيد، صلاة تراويح، سواء الفروض الخمس. فالناس حبايبنا وأهالينا في قرية أم حمدان التابعة لمنشئة عبد الرحمن مركز ديكرنز ومحافظة الدهلية، شفنا المسجد يعني خلاص الدور الثاني شغالين فيه وكله تمام والقبة هيبدأوا فيها، وشفنا أهالينا هناك في بينجدوا أهل الخير إنه قريب جدا جدا يتم اكتمال إن شاء الله المسجد. اسمحوا لي أرحب بضيف الغالي والجليل الشيخ حازم جلال من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا مولانا. الله يخليك دكتور محمد، ربنا يخليك. الله يخليك. في الفقرة الأولى كنا بنتكلم عن الحسد، مظبوط؟ مظبوط. طيب بعض الناس ممكن يشوف تقرير زي كده فيقول لك والله، وخصوصا لو كان المكان تابع ليه، يقول لك آه لو عرفوا إن فلان الفلاني هو اللي متبرع بيه إذا هو معاه فلوس، فأنا إيه خايف من الحسد فأنا مش متبرع أو مش عامل حاجة. هل ممكن الإنسان لو هيتبرع أو يعمل عمل خير لله يكش أو يخاف من عيون الناس؟ صلى الله على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت عامل للناس ولا رب الناس؟ رب الناس. الله يفتح عليك. طب عامل رب الناس ما يجلكش الناس. الله سبحانه وتعالى سيحميك. وضع نصب أعينك قوله سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بعيوننا. الله يفتح عليك. فإنك بأعيننا. خلاص انت عاملها لله سبحانه وتعالى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قول يا رب قني شر هؤلاء. زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عليه الصلاه والسلام، اللهم اني اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تمام. بسم الله، زي ما سيدنا النبي علمنا برضه، بسم الله يربيك ومن كل داء يشفيك ومن كل شر حاقد وحاسد. تمام. الانسان بيرقي نفسه وبيخرج هذا المال. وليك طريقين، ان تبدوا الصدقات فنعم ماهي. طب وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. انت اخفتها يا مولانا هتخش في سبعه يظلهم الله في ايه، في ظله يوم لا ظل الا ظل. ورجل منهم ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت ما تنفق يمينه. اخفاها اهو. تمام. طب انت خدت من مبدا التكافل واحنا عاوزين نحث الناس على فعل الخيرات. أيوة. ونحثهم على فعل الخيرات و و و يبقى انتم في العلن في العلن الصدقات. تمام. فنعم ما. طيب لا حسد الا في اثنتين. ايوه نقولهم. رجل اتاه الله سبحانه وتعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق. أيوة. يعني استعمله في الخير اللي هو احنا بقى بنتكلم فيه ده، اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ان شاء الله ما فيش حسد فيه نهائي ده. لان انت المال لا اللي فيه لا حسد الا باستثناء الناس هتحسده. تمام. بس خلي بالك مين هيكون بقى ضمينه. ايوه. مين اللي هيكون حافظه؟ مين اللي هيتجلى عليه باسمه الحافظ؟ الله سبحانه وتعالى. لا حسد الا في اثنتين. ايوه. الا دي استثناء في اثنتين. تمام. نفى الحسد الا في اثنتين. تمام. رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، يعني استخدمه في الحق وفي الخير. وفي يبقى ما فيش حسد فيه. الناس هتحسده ان هو معاه مال بينفقه وانا معيشي. تمام. ممكن واحد مش هنا في انفرق بين الاثنين، بين الحسد والغبطه. أيوة. ممكن اغبط الدكتور محمد تتمنى الخير. اتمنى هي الغبطه. يعني اتمنى الخير. تمام. لو والله لو ربنا يكرمني زي ما الدكتور محمد عمل المسجد ده انا اعمل زيه. او عمل المستشفى انا اعمل زيه، او عمل زوج اليتامى دول اعمل زيه. ايوه. او هعمل مش عارف ايه الى غير ذلك. وفي واحد يقول لك يا عم الحاج ده بخته، ده معاه، ده مش عارف ايه، ده يمين ده شمال. هنا في هذه الحاله انا اقصد وجه ربنا اللي يحصل لي الحافظ يحفظ باذن الله ربنا يحفظك طبعا، لانك بتعمل عمل خير. وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا ابن عباس وغلام صغير. أيوة. يركب خلفه. خلف مين؟ سيدنا رسول الله. أيوة. قال له يا غلام اني اعلمك كلمات في الحديث الصحاح، احفظ الله يحفظك. 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 احفظ الله يحفظك. ايوه. احفظ الله تجده تجاهك. تجده ايه؟ تجاهك. هي دي القضية. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. تمام. معايا بس القضية. أيوة. عندي احفظ الله يحفظك. هي دي. احفظ الله تجده ايه؟ تجاهك. خلاص أنا مع ربنا سبحانه وتعالى، عارف إن ربنا هيحفظني. أيوه. لأني أنفقته في الخيرات وفي فعل الخيرات وفي بناء المساجد. طب يا دكتور محمد، أما الناس يعني تستعمل هذا المال في وجوه هذا الخير من زي ما ذكرنا المساجد والمستشفيات والجامعات. أيوة. أو الطرق أو اليتامى أو الأرامل أو إلى غير ذلك. وخاصة زي ما احنا ذكرنا بيوت الحق سبحانه وتعالى والمسجد يذكر باسمه، الناس اللي هتصلي فيه محاسبة انت بتاخدها.
تمام. حسنة شغالة حتى وانت عايش وانت ميت. جميل. احنا تربينا احيانا في بعض الناس لما يكون مختلطين بناس وقريبين منهم وبيحبوهم فيقول لك والله لما يكون الولد ماشي بشكل معين وبدأت الأمور كده تحس فيه علامات كده غريبة عليه فإحنا دايما ممكن نقول لبعض والله ابنك ده محسود. صحيح. ابنك ده حاول تشوف حد يرقيه، حاول تطلع حاجة لله، حاول تتصدق لله، وكأن الحاجات دي هي ممكن بالفعل تمحو أثر الحسد. رأيك إيه؟ كلام سيادتك مظبوط وكلام صحيح 100%. علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسد إياكم والحسد. ليه يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إياكم والحسد، لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يا الله، خلي بالك من القضية دي. طيب أنا ابني حسيت أنه الآن متضايق، عنده مش طبيعي، مش طبيعي، عندي كذا. والله أول حاجة خد أعرضه على طبيب. أيوة. على طبيب. تمام. إحنا أهل علم نعرض على إيه؟ طبيب مختص. طبيب. قال لك والله ما فيش، عنده حاجة ممكن كذا. طب الحمد لله، يبقى في أخش على الناحية التانية. الناحية التانية أركن نفسي زي ما سيدنا النبي علمنا بإيه؟ بالقرآن الكريم. تمام. ألم يقل هو صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، زي ما ذكرت، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل أي السحرة. تمام. البقرة يا دكتور محمد، ما تقرأ البقرة كل يوم لمدة شهر على نفسك، اقرأ آية الكرسي. تمام. الصدقة، نام على وضوء. الصدقة بقى لسه هجيلك على النقطة دي. نام على وضوء، اقرأ الفلك، الزلزلة. تمام. الناس تصدق. تصدق. تصدق لإيه؟ لله سبحانه وتعالى. بنية إن ربنا يصرف عنك السوء. بنية ربنا يصرف عنك إيه؟ السوء. أيوه طبعًا. صدقات السر تطفئ إيه؟ غضب الرب. غضب الرب. وتطفئ أيضًا الأعين. أهالينا، أهالينا اللي هم جدودنا والناس دي كانوا يقول لك أحيانًا لو ده مريض أو تعبان أو مش مظبوط اللي يخليه ناخده على الدكتور، لو ما فيش يعني مرض ظاهر بالنسبه لي عضوي شايفه يعني وحاسس الموضوع نفسي شويه، يقول لك اللي يخليني اروح ادفع فلوس واروح مشوار للدكتور، هات يا عم الفلوس دي حطها في صندوق مسجد بنيه مثلاً. كذا بنيه ان ربنا ان شاء الله يحوش عنه، زي ما بيقولوا كده يحوش عنه، مش حتى يشفيه، يحوش عنه. صح. تمام. صح 100% صح. الامور بمقاصدها دكتور محمد. تمام. الامور ايه؟ بمقاصدها. بمقاصدها. انا خدت بمعنى ايه بمقاصدها؟ المقصد بتاعي النية. الله يفتح عليك. تمام. النيه عندي ان انا تبرعت او ان انا تصدقت بهذا المال من اجل حاجه. تمام. بنيت او جبت عمود او جبت شطوب او عملت مش عارف ايه او غفات او 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 الى غير ذلك، بنيت ربنا يصرف عني سوء الاذى. يصرف حقه سبحانه وتعالى عنك. تمام. يصرف. يصرف. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبين ذلك ان هذه صدقه تصرف عنك السوء والاذى. تصرف وبيحصل. واحنا والله شفنا نماذج كتيره جدا في حياتنا. حضرتك لو تتفرج علينا او حضرتك على المستوى الشخصي هتلاقيكي حاجات كده بتحصل وتلاقيكي خلاص والله انا اطلع ده لله والكلام ده، وتلاقي ربنا برضو الامور الحال تبدل من حال لحال الحمد لله. بيكون يعني القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلوب دي بيد مين؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يغير من حال لحال. ولذلك ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. الله. فاحذر على إيه؟ القلب من قلب وتحويلي. فالإنسان صاحب القلب النقي ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليه بإيه؟ بعين الرضا. لأنك نظرت إلى خلق الله سبحانه وتعالى. لأنك أنفقت، لأنك تصدقت، لأنك فعلت الخيرات، لأنك سارعت، لأنك نفذت أمر الله سبحانه وتعالى في قوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. تمام. لأنك أخذت بقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. الله يفتح عليك. عشان كده القلوب النقية أهالينا اللي موجودين في قرية أم حمدان تابعة لمنشية عبد الرحمن مركز ذكرنز بمحافظة الدهلية، شايفين مسجد دلوقتي مجمع إسلامي جميل وشيء يدعو للفخر، في دار التحفيظ للقرآن الكريم وفي مصلى للنساء، وبإذن الله أهالينا اللي هناك قريب جدا يصلوا والمسجد إن شاء الله مكتمل بإذن الله، يكون مهيئ للصلاة قريبا. صحيح. بإذن الله يعني. فالإنسان لما يبنى هذا الصرح يا دكتور محمد والناس تصلي فيه زي ما احنا ذكرنا وربنا يديك حسنات فيه، وخلي بالك الحسنة تتبع الحسنة والحسنة تتبع الحسنة والكريم شغال. احنا الكلام يعطي. اتربينا على كلمة الخير بيجيب خير. صحيح. دايما كده يعني الحاجة الحلوة بتجر الحاجة اللي بعديها. وربنا لك جاب لك ده مثل مش ده مثل؟ احنا بنقولها كده مثل. ده مثل. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. سبحان الله.
اصبح مش مثل، اصبح واقع رسمي. شيخ الخير بيجيب خير، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، يخلفه برضه يعطيك ويمد. اصل يا دكتور محمد احنا بنتعامل مع الكريم، تمام، انا وانت ممكن نخاف على اللي في جبنا نخلص. أيوة. اللي عنده مع العلم هو جاي من عند الله برضه، بس سبحان الله يعني اللي رزقك هو ربنا وسيرزق الحق سبحانه وتعالى. كل ان نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. عطاء ربك، خلي بالك من اللي جاي دي اكتر بقى. وما كان عطاء ربك محذورا. محذورا ما عليهوش حظر، ما عليه مفتوح، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا سبحان الله، خزائن الله دائما دائمه. صحيح، دائمه ودائمه دوام ملك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه امره يا دكتور محمد بين الكاف والنون. قال العالمون بين الكاف والنون، وقال العارفون قبل الكاف والنون، وانما ذكرها العالمون ليفهمها العاقلون، وسر ربك المكنون لا كاف ولا نون. الله، كن فيكون. فيكون، انما امره اذا اراد شيئا ان يكون له كن فيكون على طول. طبعا فيكون، والله دايما يعني سبحان الله في الخير يكن لك. طبعا طبعا، دايما من خلال دنيا ودين بيجي لي الشعور كده ان مسجد زي اللي بنعرضه، احنا عندنا مسجدين، تمام، مسجد الرحمن الرحيم وقريه ام حمدان. احيانا الكلام لما يكون خارج من القلب بيوصل للقلب، فبشعر ان حد من اهل الخير هيجي يقول لك انا متكفل بالمسجد ده، هو لله. طب ليه يا عم الحاج انت قلت الكلام ده؟ هو كده ربك، الكلمه اللي حضرتك بتقولها كن فيكون. فيكون، اشار الله لك بالظبط، نظر الله اليك. يا بخت يا دكتور محمد اللي ربنا يشير اليه يستعمله. ايوه، ليه؟ قال صلى الله على حضرته وقال، خد من كلمتك بقى، عليه اذا احب الله عبدا استعمله. استعمله، وفي روايه اذا احب الله عبدا عسله، مش حط على عسل. ايوه، لا، عسله. عسله، استعمله يعني. ايوه، اي وفقه لعمل صالح فختمت له بخاتمه عمل معسول، اللي هو عمل خير. عمل الخير، اذا احب الله ايه عبدا ايه عسله، وفي روايه استعمله. استعمله في ايه يا دكتور محمد؟ في الخير، في الخيرات، وفي فعل الخيرات. هو سيدنا الخضر وسيدنا موسى حينما ذهب الى هذين الغلامين، ده يقول لك شوف القران بيقول لك ايه، حتى اذا يعني في قوله سبحانه وتعالى دخلوا القرية، إيه اللي حصل بقى؟ وجدوا جدارا أبوا أن يضيفوهما فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم إيه؟ أهلها. وخلي بالك، أتيا أهل قرية استطعم أهلها، دلت دلالة على أنهما طلبوا من الجميع. وإلا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال أنا مش عاوز. أما بعد كده بيقول لك أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد مين؟ ربك. بس ده اللي نقول عليه. أيوه، فأراد ربك اللي هو كن فيكون. أشار. أشار. صحيح. وفي الآخر لما فعلته عن أمري. وبعد السنين دي كلها. بعد السنين دي يعني كلها. وكان أبوهما صالحا، ربما يكونش الأب المباشر. أيوه. البعض قال لك إن ده ربما يكون السابع أو مثلا. أو أكثر. تمام، ولكن ربك كن فيكون. فيكون سبحان الله. ما يزرعه الأجداد يجنيه الآباء والأبناء. وكان أبوهما صالحا. الله يفتح عليك. فأراد ربك. بس. الأب صالح عمل خير. أيوة. فالخير متواصل. طبعا الخير بيجيب خير، الخير بيجيب خير، والكلام الحلو دايما بيصل للقلوب بسرعة. سأذنك مولانا ونستأذن المشاهدين المحترمين، هنروح لفاصل ونكمل معكم بإذن الله في دنيا ودين. من 50-60 سنة وإحنا على عدد السكان
كبر على مساحة المسجد الموجود وبدأ المسجد يتآيل بالسقوط وبنتخوف علينا وعلى الأطفال الصغار إن يصلوا. جامع من سنين ومنذ سنين متعددة والسقف قال للسقوط خالص وبدأ يسقط الجامع الحيطان واحنا بنصلي ودور المية متهالكة وسقطت فعلا والرطوبة مسكت الجامع من فوق ومن حوالي الجامع خالص وهنا أعداد كبيرة بنصلي في الجامع وطبعا بندعو أهل الخير بأن يساعدونا في بنية هذه الجامع. أنا راجل كبير ما أقدرش أروح العزبة، احنا بينا وبين العزبة شوية كتار وعايزين حد من أهل الخير يساعدنا في بنية الجامع. المسجد اللي احنا بنصلي فيه ده مساحته الفعلية الوقت 80 متر ويعتبر قايل للسقوط ولا يسع المصلين اللي حوالي المسجد، فبنطلب من أهل الخير إن هم يساعدوا في توسيعة هذا المسجد وإحنا عندنا الحمد لله المساحة اللي تقدر توصل ل 200 متر. بدأ الجامع يسقط علينا وعلى الأطفال، يمكن إحنا بنروح كرجالة كبار بنشوف الركن اللي مش ساقط أوي نصلي فيه، لكن في أطفال بتيجي تصلي بعد مننا أو ويانا بيروحوا عد تحت السقوط ويقعدوا فبنبقى متخوفين. فهنا عندنا حلين، يا إما ما هنصليش ونركب نفسنا ذنوب، يا إما عاوزين أهل الخير اللي يستفادوا أكتر مننا إحنا كمصليين إن هم يتعاونوا ويبنوا لينا الجامع. عاوز نصلي في الجامع، تبنوا جامع بدل دي عشان نصلي في الجمعة ونصلي في الفروض الأخرى. فنتوسل في أهل الخير وأهل الصلاح إن يعاونوني ويبنوا لنا هذا المسجد لكي نتقرب إلى الله تبارك وتعالى. اهلا بحضراتكم مره اخرى في دنيا ودين. شفنا مع بعض تقرير عن مسجد الرحمن الرحيم في عزبه المحاسنه التابعه لقريه المحموديه بمركز ديكرنس بمحافظه الدهليه. شوف قد ايه لما بيكون جو رمضان وانت قاعد مع اسرتك مع اهلك كده وقاعدين تتسحروا وجايب بقى التلفزيون المصري وبتسمع التواشيح وبتسمع الابتهالات من مسجد سيدنا الحسين او السيده نفيسه رضي الله، تشعر كده بفرح وبسعاده. فبالفعل اللي عايش جو وروحانيات المسجد يختلف تماما عن موضوع القعده في البيت. فقريب جدا ان شاء الله بفضل اهل الخير نشوف مسجد الرحمن الرحيم نفس اللي بنشوفه كده، يكون جزء جميل وجزء يشرف واهالينا هناك يكونوا مستمتعين بالصلاه فيه ان شاء الله. مولانا الغالي والجليل الشيخ حازم جلال، دايما قعده المسجد فيها روحانيات، فتخيل حتى احنا بقول لما بتتفرج على مسجد والله الله لو انت بقى كنت مسافر بره مصر وشايف كده ايه عمليه النقل او البث من مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه او سيدة نفيسه. يعني في حب اهل البيت ذوبنا الهوى الله، والناس تحسدنا على هذا الجو، من لم يذق طعم الغرام وشوقه قد عاش لا يدري وبات كما هو. الله الله، ما اجمل انك تعيش كده يا دكتور محمد في يعني تستمع في رمضان، خاصه في رمضان لسيدنا الشيخ المنشاوي الله رضي الله عنه وارضاه، صوت البكاء، صاحب الصوت البكاء. سيدنا الشيخ المنشاوي كان ابوه احلى منه كمان، سيدنا الشيخ صديق. يعني يروى او حكي لي انه كان سيدنا الشيخ صديق يقول له يا محمد عاوزين نعيط شويه، عايزين نعيط، ولذلك يلقب بالصوت البكاء. حط الشال وقعد يقرا. يا الله، ذهبت اليه الاذاعه ولم يذهب، هي ذهبت إليه. ذهبت اليه اه طبعا. اشار الله، تجلى الله عليه برضه زي ما احنا بنتكلم اهو. ايوه خلي بالك من القضيه دي. تسمع سيدنا الشيخ النقشبندي الله طبعا، سيدنا الشيخ النقشبندي مولانا كان مولاي مولاي، اذا جاب الجواب قرار وجواب وجواب الجواب الله، يعني ما كانش حد بيوصل بس الا سنك شوف. انا عارف انا عارف يا مولانا ان صوتك حلو. الله يخليك يا دكتور محمد. اتعلمت الكلام ده فين؟ والله اتعلمته من فضيله مولانا رحمه الله عليه ورضي الله عنه وارضاه وقدس الله سره ونور ضريح، فضيله مولانا عم الشيخ انور ياقوت السويسي. تمام. هذا كان شيخي وابي بعد ابي رحمه الله عليهم، رحمه الله وابي ورحمه الله ويرحم الناس جميعا يا رب. كنت يا مولانا وانا خارج من المعهد كده في قريتي استمع قريه المتراخ مركز زفت غربيه، استمع كده اقف الى صوته، صوته كان زي الكروان
كأن الله قال يا جبال أوبي معه. سبحان الله. وقالنا أوبي معه، رددي معه. فكان يشدني دكتور محمد للقراءة، يشدني لنغمة الحجاز، للصبا، للسيكا. رحت اتعلمت على أديف المسجد؟ رحت له اول ما قلت له رحت له. اول ما رحت كنت واقف عند سائل سائلهم بعذاب واقع. أيوة. صوره المعارج. تمام. قال لي انت حافظ؟ قلت له والله حافظ كذا كذا. فسالني سؤال، قال لا ده انت تبطل بقى وتجيب ايه مصحفك وتيجي قابل ابويا تعالى يا حاجه جلال حازم دبني. تمام. سيب لي حازم بقى خلاص كده يحفظ بتقرا. كنت انا بقلده. تمام. وما زلت اقلده لدرجه ان ممكن ما تعرفش تفرق بين صوته وصوته. تمام. تروح له المسجد؟ في اروح للمسجد. اروح للبيت. والكتاب كان جنب المسجد. ايوه يعني بجوار المسجد. مسجد محمد الخضري. وفي كتاتيب موجوده في المسجد؟ موجوده. صحيح موجوده. موجوده الكتاب موجود في قلب المسجد، وكنا نستمع ونقرا ويعمل تحفيز وهنا ومش عارف ايه. حببني في القران الكريم. حفظني القران الكريم لدرجه يعني كنا نسمع انا وهو كنا بنمشي دكتور محمد الصبح مثلا الساعه 7 ولا 8 كده نتمشى. تمام. حوالي كيلو ولا 2 كيلو وراح رايحين كده ماشيين كده خمس ست اجزاء. هو الله يرحمه كان ولا غلط غلطه ما شاء الله. حد من اهلين كان بيقول لك المسجد هو اساس المجتمع. هو ده بالفعل هو اللي بيخرج كل شيء. لما يكون خارج بقى كتاب يا مولانا متعلم فيه المبادئ الله في مسجد، هل يمكن ان هو يحقد او يحسد؟ لا طبعا. هل ممكن يغل؟ لا طبعا. هل ممكن الدكتور محمد انه ياكل الميراث؟ اذا كان حفظ فريضه من الله. هل ممكن ممكن بعض الناس والله بيحصل اللي في بعض الناس كده، يا خلي بالك ما ربنا ذكر قال لك ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ظالم لنفسه. اول واحد بدا بيقول ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير، بس الكل جنات عدن يدخلون. اذا المسجد يربي. يربي يربي مدرسه التربيه. ليه يا دكتور محمد؟ للاخلاق، للادب، للعلم، للقران، لسنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، للتآخي والتود بين الناس. انا اعرف فلان وده يعرف فلان وده يعرف فلان وده يعرف فلان. حتى لو جيت اعمل مشكله يا عم ده عمك فلان ممكن يشوفني فروح اقول للشيخ الصبح يا عم ده مش عارف ايه واد يا فلان. طب انا داخل لك خش اصلي يا دكتور محمد ما انت حافظ خش اصلي بينا. تبقى كل الناس وراك. يعني في البلد بتاعتك ولا غيره. صحيح. او اعلى القوم كنت واقف امام اصطفاك الله لهذه. سبحان الله. بفضل ايه يا دكتور محمد؟ المسجد طبعا. ولذلك الذي تعلمت منه القران طبعا من اجمل او من افضل انواع التربيه انك ما تقولش لابنك اعمل وما تعملش. تمام. انه يشوف الكلام ده بعينيه في افعالك. الترجمه العفليه العمليه. العمليه. ولذلك ممكن ابنك انت بتاخده معاك مثلا في صلاه الجمعه رايح المسجد في حاجات انت من غير ما بتقول له عليها هو شايفك بتعملها، فطبيعي حتى رغم صغر السن ممكن لسه ما اتعلمش حتى كيفيه اداء الصلاه يعمل زيك بالظبط لانه بيقلدك وبيشوفك. اخذ من كلامك واقول لك قول الشاعر مشى الطاووس يوما في اختيال في تكبر. أيوة. وعناء. طاووس بقى حد قده. تمام. فقلد مشيته بنوه. اه. فقال علام تقلدوني؟ قالوا بدات ونحن مقلدوك. يا الله. وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. طبعا طبعا حسب ما يشوف ويتربى. بالظبط كده. الابن الصالح تلاقيه على طول. ايوه. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. حليم. الغلام الحليم اسماعيل. عليه السلام. الغلام العليم في الحجر اسحاق. فبشرناه بغلام ايه؟ حليم. حليم. دل الدلاله اهي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني ايه؟ اذبحك. اذبحك. اني ايه؟ أرى. ماشي. ورؤيا الانبياء حق. خلي بالك من اللي جاي دي. في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ترى. فانظر ايه؟ ماذا ترى؟ قال يا ابا تفعل ما تؤمر. ستجدني. لا انت ما خدتش بالك معايا. افعل ما تؤمر. هو بدايه الايه بتقول ايه؟ ويا ابتي كمان. لا. بدايه الايه يا دكتور محمد ايه؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى. كان يتاتى في غير القران يقول له ايه؟ افعل ما ترى. ما ترى. لكن من حلم. افعل ما تؤمر مش ما ترى. وترى هنا معناها برضو تؤمر. خلي بالك. سبحان الله. من حلم الغلام الحليم انه يعلم ان رؤيا الانبياء حق. الله اكبر. ما هو نبي ابن نبي. طبعا طبعا عليهم جميعا. بس من علمه ومن الهمه؟ الله. ستجدني ان شاء الله. ان شاء الله. قدم المشيئه كمان. شفت بقى؟ شفت غلام حليم. طبعا. طب احنا عاوزين برضه ربنا مين اللي عدوا كده؟ ربنا.
طب ربنا سبحانه وتعالى هيعدي لك ابنك برضه. أيوة. لانك رميته في حضن القران، علم ولدك القران والقران يعلم كل شيء. نكتر المساجد، نكتر افعال الخير، نكتر الحاجات اللي تاخد بايدينا، لان احنا للاسف اصبحنا دلوقتي السوشيال ميديا القابض على دينه. ايوه طبعا القابض على الجمر بالفعل، دي حقيقه وده واقع بقينا كلنا يعني حاسين بيه. والصاحب صاحب يا دكتور محمد طبعا. لو انا مش عالم ابني ياخد مثلا الكتاب او طبعا. في الجامع او يصلوا مع بعضهم او يتعلموا او يكونوا في مدرسه او تربوا تربيه حسنه يا دكتور محمد، انما هسيبه فريسه لمين؟ هسيبه فريسه للشائعات تمام، للاهواء، للجامعات المتطرفه، لاهل طبعا لاهل الشر بالظبط. طب ما انا هسيبه لدول. الحلقه اللي فاتت لو تفتكر، كنا بنتكلم عن التدخين واضراره صحيح، واتكلمنا ان الفلوس واخواتنا في الكنترول اخواننا حسبوها قال لك بما يقرب من 18000 جنيه لو انت بتصرف 50 جنيه في اليوم في خلال السنه. أيوة. تمام، و1500 في الشهر. ايوه، ان الابن بيقلد الاب والام احيانا تلاقي الوقت والله 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 شفتها قدامي نموذج كده، بنت تقدر تقول عندها 10 سنين في اولى اعدادي في ثانيه اعدادي، مامتها قاعده وماسكه اللي بتاع الشيشه وبتشيش والبنت زيها، متخيلين؟ فاللي هو زي ما بيقول الشيخ حازم الساحب ساحب. هنا صحيح. بنقول المسجد تربيه، فعايزين نكتر الحاجات دي، المساجد، الكتاتيب اللي غابت. الاول كان الواحد لما بيشوف استاذه زمان يلف من الشارع التاني، دول اجيالنا اللي بيقولوا دايما كده، واحنا يعني برضو لحقنا جزء من الكلام ده. خليني يا دكتور محمد اذكر جهود وزاره الاوقاف بصراحه في طبعًا مساله الكتاتيب. طبعا عندنا الاف لا عاملين شغل جامد، دي حقيقه، والمنبر الثابت، وعندنا دي حقيقة. المنبر الصيفي لا بصراحه يعني عاملين جهد رهيب فيها خير تمام من ناحيه المساجد حقيقة. حقيقة بلد الالف مأذنه زي ما بيقولوا يعني صحيح واكثر ولكن طبعا احنا 100 مليون احنا اللي احنا عاوزين يا دكتور نتكلم فيه في نقطه ناخد من كلام أيوة. سيادتك ان الناس تفعل الخير وانك تاخد ابنك تعلمه وتصبر عليه اذا كنت بتعلمه مع المواد زي انجليزي زي الرياضه زي كذا وده مطلوب بس علمه قران برضه طبعا علمه الاخلاق ازرع صلاة. فيه احسن ما يروح كافيه يتعود انه يروح مسجد بالظبط كده حتى لما يقعد يا دكتور محمد هيتعلم فيه انا والله ما نحن فيه الا ببركه الجامع والله كنا نقوم بغسل حمامات وده شرف تمام ده شرف يا مولانا اقسم بالله شرف مولانا وفضيلتنا الشيخ الشعراوي رحمه الله بيقول لك لما بحس احيانا الناس بيتلفوا حواليا كده ويقربوا احيانا كده بياخدوا شويه الشيطان بيدخل له من مداخل يا دكتور فالنفس يشعر انه شويه كده شويه فيقول لك اعمل ايه في اللحظه ديت اروح قالع لبسي وداخل غاسل حمامات أيوة وارضيات المسجد والله ما نجحنا الا بذلك يا دكتور الله. محمد تعرف ان مهنه نظافه المسجد ورعايه المسجد مهنه الانبياء سبحان الله مهنه انبياء يا الله مهنه انبياء يا اخوانا أيوة. وعهدنا أيوة. الى في البقره وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا ينظفها ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود طبعا طبعا شايفين مع بعض مشاهد لمسجد الرحمن الرحيم اللي موجود في عزبه المحاسنه قريه المحموديه مركز ذكرنس بمحافظه الدهليه الموضوع محتاج احلال وتجديد والمأذنه اللي احنا شايفينها على الهواء دي مباشره نفسنا كده المسجد بقى يكون مكتمل ويكون لائق ان اهالينا هناك في عزبه المحاسنه يصلوا فيه باذن الله مولانا دايما الوقت معاك بيعدي بسرعه بس قبل ما ننهي لازم نسمع حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله على حضره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جميل عليه الصلاه والسلام سيدي يا رسول الله طيب. عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام كريم رسول الله والله اكرمه فهل فقير بين الكريمين يحرم لا والذي خلق الاكوان من عدم لا يحرم الفقير من الكرم صلى الله عليه وسلم اشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني ودايما مستمتعين والله بكلامك الرائع شكرا جزيلا الشيخ حازم جلال من علماء الازهر الشريف دايما معاكم في الخير ويا رب دايما يجمعنا وكل كلمه دايما تكون رايحه في الخير اشكركم شكرا جزيلا دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته